قولي لي بقى، قتلتي ليه زياد انت وعلاء؟ والله العظيم ما قتلنا حد، احنا ما قتلناش حد. والله العظيم الكلام ده ما حصل يا باشا، زي ما حكيت لحضرتك. هتستعبطوا عليا انت وهي؟ مش انتوا اللي خطفتوا الولد وانتوا اللي هددتوا يا تقتلوه يا اما تاخدوا الفديه؟ هي فعلا كانت هتجيب الفلوس، وبعدين كل واحد فينا كان هيروح لحاله. اقسم بالله ما قتلنا حد. فندم انا ما عرفتش ادبر المبلغ اللي هم طلبوه، المبلغ كان فوق احتمالي، وحضرتك عارف انا معلي محلتيش غير محل صغير كنت عايشه منه انا وامي وابني الله يرحمه. من كل الله، من كل الله، ربنا ينتقم منكم. طب انا ليا سؤال عند حضرتك يا مدام، هو انت مش النهارده كان فرحك على علاء؟ علاء؟ لا يا فندم طبعا، علاء ده ابن حتتي، مفيش بيني وبينه اي حاجه خالص. وبعدين يا فندم انا اللي كنت هتجوز علاء كنت اتجوزته من زمان، مفيش اي حاجه من الكلام ده خالص. تمام تمام يا فندم، خدهم يا ابني على الحجز لحد ما نعرضهم على النيابه. احنا ما قتلناش حد، اقسم بالله ما قتلنا حد، احنا ما قتلناش حد. هند كلامها صح، عيشة كانت خاطفة الولد وبتساومها على فلوس. طب هي ليه ما اتصلتش بالشرطة؟ أكيد كانت خايفة يأذوه. ده كل اللي تعرفيه؟ بص حضرتك، هند كانت حالتها صعبة جدا وكنا كلنا عايزين نساعدها. أنت عارف أنا غالي. تمام. يا أستاذ عاصم، عايز أعرف علاقتك بهند وعيشة وعلاء. حضرتك مفيش أي علاقة. أمال كانوا عندك في الفيلا بيعملوا إيه؟ عندنا؟ لا يا فندم، هو كده الظاهر في لبس. أنا هشرح لحضرتك. بعد وفاة المرحوم سالم الصالحي الله يرحمه ويحسن إليه، كان في شغل كتير لسه مفتوح ما بيننا، وبحكم إن مدام عيشة مديرة مكتبه فالشغل استمر معاها. العلاقة ما بيننا اتطورت وكانت علاقة شريفة ومحترمة جدا، لدرجة إن كان هيبقى في مشروع جواز. بس هي كان ليها شرط واحد، حضرتك عارف هي تونسية وأنا مصري، وكانت عايزة تسافر وترجع. أنا راجل دغري، أنا أحب مراتي تبقى مقيمة معايا في البيت، فالمشروع ما كملش. هي فيما بعد عرضت عليا إنها تشتري الفيلا، أنا ما رفضتش وعملت لها فيها سعر كويس يعني. فهم حضرتك كانوا عندها، ما كانوش عندي. شكرا يا أستاذ عاصم، لو احتاجناك هنجيبك تاني. شكرا فندم. تمت أقوال وأتوقع منه. دلوقتي فعلا يا فندم ده اللي حصل، وحاولت أصلح ما بينهم أكتر من مرة بس للأسف ما قدرتش. طب وهند رفضت تدفع الفلوس؟ بالعكس، إحنا كنا بنحاول أنا وهند ندبر المبلغ كذا طريقة بس ما لحقناش. كل الناس يا فندم كانت عارفة إن في مشاكل ما بين هند وعيشة، بس مهما كان توصلش الأكل. هل لديك أقوال أخرى؟ لا يا فندم. شكرا يا أستاذ علي.